انا هاد الناس هادو لان هي شركه ديال حراس الامن وديال الميناج خد يعني دفعنا كجميع المواطنين مشينا لواحد الريزيدونس اللي هي في بوزكوره باش نخدمو خدمنا خدامين مع هاد الناس يعني راه حنا في شركه هاد الناس كانت تخلصوا ولكن هاد الناس كيتخلصوا ولكن الواحد اللي كان كيتخلص اغلبيه الناس كيديو ليهم ديالهم غير انا اللي راني ما عقتش كنتفاجئ براسي انني انا هو اللي كنت كنمثل السانديك تما في هذيك الريزيدونس خدمت عام معايا لي فانت ميناج هاد الناس هادو ضربوا داك العام في هذيك الريزيدونس وقع عليهم هاد الشركه المسؤوله علينا ضربوا عام يعني مع هذيك الريزيدونس كنتفاجئ انهم وقع عليهم لي بروبليم مع البروموتور مشاو في حالهم حنا بقينا كنخدموا يعني كنتسناو في الخلاص ديالنا عندنا شهرين ديال الخدمه كنقولوا اليوم غنجيو نتخلصوا غدا غيخلصونا اليوم ملي جينا الاداره ديالهم ونفس البلاكه اللي هي خدامين معاها ونفس الاداره كنجيو كنتفاجئوا كيقول لك اودي بان الشركه راه ماشي ما كنعرفوكمش ماشي حنا ودايرين البلاكه يلاه تبدلت يعني ديال الشركه اللي حنا خدامين اللي كنا خدامين فيها حيدوها ملي كنطلع عندو كنتفاجئ بامك وين علبوك ما كان حنا ما كنعرفوكش شكون انت وهاد الناس انا عندي عليهم شهود ريزيدونس انا ما كنتش خدام في كوري انا خدام في ريزيدونس 170 بارتما كلها كتشد عليهم بانهم هاد الناس راهم كانوا خدامين هنا ما عليناش انا مشيت درت الاجراءات ديالي اشنا هي الاجراءات ديالي هي لي جان سبيكتور ترافاي اولا دفعت الوثائق ديالي للمحامي هاد المحامي دابا بني كيخرج لنا البلاغ من المحكمه كيجي باش يبلغهم كيقول لي ودي حنا ماشي حنا هاد الشركه وهميه هالبلاغ بانه كيوصلهم العون القضائي تيقول لهم المحامي قال لك محامي هاد الناس هادو انا ما يقدرش ندير معاهم شي حاجه لان الشركه الله اعلم واش في السماء ولا في الارض ولا ما هما نفس الاشخاص في الاداره باقين هو الباترون ديالهم نفس المسيرين نفس اللي كانوا كيدوا لنا الفلوس نفس اللي كي نفس المكتب نفس كل شيء وانا حاليا كنط ما سلموش البلاغ البلاغ باقي عندي وبقاو انا وجوج ديال لي فان حتى هما ضحيه معايا ها هما عند المحامي حتى هما معايا في المحكمه دابا اللي كنطالبوا هاد الناس هادو شكون اللي تيخول ليهم هاد القانون وكنصبحوا حنا كعرضه كنصبحوا مشاكل ديالنا مع ولادنا مع اللي ما ودوا لان اولا وقبل كل شيء مطلوب منا حنا كمواطن مطلوب مني انني نعطي الواجب وكيفين هما الحقوق ديالي فين هما الحقوق ديالي انا يعني الحقوق ديالي بحال هاد الناس هما اللي تيهضموها 16 يوم 16 يوم يعني شهر فيه 16 يوم وشهر فيه 16 يوم بالشركه الجديده كنمشي باش كيقول لي راك مديكلاري كنمشي كنلقى ماشي الشركه اللي كنت خدام فيها الشركه اللي هي جديده دابا حاليا والاداره نفس الاداره ما غيروا ما بدلوا يعني باقيين هما الناس اللي كنت خدام معاهم انا عطاه باش اللي خول ليه القانون من الدرجه الاولى لانه باش يعطيه هاد السيد يكون بلاكه ويخدم عاود يبدل بلاكه وشركه بشركه هذا هو اللي انا هذاك السيد اللي خول لي هذا القانون هو اللي كنحملو المسؤوليه ديالي لا كيس ديالي ديال العام ديال الخدمه انا بني غنخرج عون تريتي ولا سميتو ديك العام ديال الخدمه شكون غيخلصوا ليا انا شهرين ما مخلصش فيها بيان سور هادشي هذا راه خلق ليا مشكل لراسي ولعائلتي والواجبات ديالي اللي خصني نقوم بها الواجبات ديالي خصني نقوم بها راه ما قايمش بها.